خير يا شريف؟ في ايه؟ لا مفيش. ممكن ابات عندك الليله؟ ايوه حبيبي، لكن في حد عندك ولا ايه؟ لا، عندي مين؟ طيب انا هبات على الكنبه هنا الليله. لا يا بابا، انا متعوده انام هنا، وتخش تنام جوه في اوضه النوم. طيب ميرسي يا حبيبتي. ما انا قلت يا مصطفى من شويه ان احنا في الليله دي لقينا الكلب مقتول في الجنينه ودلاب الكتب مفتوح. طيب يا استاذ عزمي، لما كان لقيت الكلب مقتول ودلاب الكتب مفتوح، ليه ما بلغتش البوليس؟ اولا انا ما حبيتش اشوشر على ابني، ثانيا انا راجل مسالم بطبعي، ما بحبش الدوشه والشوشره. لما لقيت الكلب مقتول في الجنينه قلت اتفلم وخلاص. طيب لما لقيت دولاب الكتب مفتوح ما شكتش في حد؟ دولاب الكتب ما فيهش غير الكتب، ما فكرتش ابدا اني ممكن اي حد يحط فيه فلوس. طيب الفلوس والمجوهرات اللي موجوده في الخزنه بتوعك يا استاذ عزمي؟ اتجننت ولا ايه؟ اولا استقالتك لا يمكن تتقبل بعد الدور العظيم اللي انت قمت بيه. انا ما عملتش غير واجبي. لا يا استاذ، يا كمال انت دوست على عواطفك ورفضت تغيير ضميرك رغم شريط الفيديو اللي حاول يبتزوك بيه. انت كمان شفته؟ ايوه انا طبعا شفته. طارق بلغني قبل ما يقبض على عمي. وعلى فكره يا كمال، أنا حاسس، لا أنا متأكد إن عمي مظلوم وإن القضية دي متلفقة. أرجوك يا مصطفى متحاولش تعزيني وتدافع عن بابا. بابا غلط ولازم يتحمل نتيجة خطأه. الفلوس والمجوهرات اللي كانت في الخزنة تمنها أكتر من نص مليون جنيه، جابهم منين؟ أمانة عنده. المهندس شاكر عبد الحميد باع كل أملاكه قبل ما يسافر عشان يتعالج، وسلم كل الفلوس والمجوهرات لأبوك علشان يشيلهم أمانة لبنته. طب ليه ما شالهمش هو في البنك؟ ما انت عارف ان شاكر ده ملوش غير بنت واحده وقاصر، خاف يحط لها الفلوس في البنك باسمها، الحكومه تشاركها في الميراث، التركات والايلوله وخلافه. طب انا هفترض معاك ان الكلام ده صحيح. ليه ماما ما عرفتش؟ هي دي غلطه ابوك بقى كمال. المفروض ان المعاملات والفلوس والحاجات اللي من النوع ده اهل البيت ياخدوا خبر بيها، خصوصا اذا كانت امانه. بس دي مش مجرد غلطه، دي ورطه كبيره. افرض لا قدر الله بابا كان جراله حاجه، كنا هنعرف منين ان الفلوس اللي في الخزنه دي مش بتاعته؟ ما هو ابوك ما نساش النقطه دي، كتب جواب بالكلام ده وحطه مع الفلوس في الخزنه. مش كفايه، لازم شاكر ياكد الكلام ده. ما هو الراجل بيتعالج بره ولما يرجع هياكد. ياكده بالدليل. بالدليل يا مصطفى مش بالكلام. لا لا لا، اطمن يا كمال، عمي ثبت في التحقيق انه كتب وصل بالمجوهرات والفلوس وسلمه لشاكر. طب فين الوصل؟ هو اكيد مع شاكر، علشان كده احنا لازم نتصل بيه فورا علشان يبعته لنا ونقدمه للنيابه. الو، ايوه سامي، خير؟ طيب انا جاي حالا. في ايه خير يا كمال؟ ماما تعبانه جدا لازم اروح اشوفها. طب يلا بينا. ماما، ألف سلامة يا ماما. معلش يا ماما، سامحيني، أنا ما قدرتش أخالف ضميري. سامحتك يا ابني، بس ما تسيبش أبوك لوحده، خليك جنبه يا كمال. ما تقلقيش يا ماما، إن شاء الله أنا هدافع عن بابا لغاية آخر لحظة في القضية. يعني ايه هدافع عنه لغايه اخر لحظه في القضيه بعد كل اللي شفناه بعينينا؟ جرى ايه يا ساميه؟ انت متحامله على بابا بالطريقه دي ليه؟ لعلمك بقى الفلوس اللي لقيناها في الخزنه عنده مش فلوسه، دي فلوس المهندس شاكر اداها له امانه قبل ما يسافر. ليه ما قاليش؟ غلطه، اعتبرها سر ومحبش يتكلم فيه.
والفلوس اللي في الكتب وشريط التسجيل برضه سر؟ لا يا سامي، دي الغاز، بس ان شاء الله هحلها. يا ريت يا ابني، يا ريت يطلع مظلوم. سامي، مصطفى تحت وعايز يطمن عليكي. عاوز مني ايه؟ جاي يتفرج عليا؟ جاي يشمت فيا؟ لا يا سامي، مصطفى ما سابش بابا دقيقة واحدة من ساعة القضية، ولما عرف ان ماما تعبانة جيب نفسه عشان يطمن عليها. أصيل يا ابني، روح اشكري يا سامي يا بنتي. يا ماما فهميني، مصطفى معذور، أنا اللي خليته طلقني، لكن حتى بعد ما عرف الحقيقة إزاي أقدر أعيش معاه؟ إزاي أقدر أوريه وشي بعد ما عرف إن أبويا مرتشي وخاين؟ ما تبقيش عنيدة يا بنتي، الراجل شريكي وبيحبك. سيبيها يا ماما، سيبيها وإن شاء الله كل شيء هيتصلح. المهم كنت عايز أسألك، ما تعرفيش نمرة تليفون المهندس شاكر؟ أنا مش فاكراها يا ابني، بس أكيد في نوتة التليفونات اللي في المكتب. أنت عايزها ليه؟ لازم أعرف عنوان المستشفى وتليفونها، ولازم أتصل بيه فورا. عن إذنك يا ماما. أيوة يا أونكل بالظبط، أيوة هو ده المبلغ اللي لقيناه في الخزنة بالظبط. برضو المجوهرات موجودة، أيوة، بس المهم الوصل. فين الوصل؟ الوصل اللي بابا كتبهولك. طب واسمه إيه المحامي ده؟ آه طبعا عارفه، الأستاذ عادل حسين. أيوة عارفه. طب لو سمحت يا أونكل، بس لو حضرتك تتصل بيه من عندك وتفهمه إن الوصل ده مهم جدا، هعدي عليه علشان عايزه في النيابة ضروري جدا. متشكر، متشكر يا عم، مع السلامة. كلام بابا مظبوط؟ لا طبعا، عيب، حماية عمره ما يكذب أبدا. بس مش ده المهم يا مصطفى، يعني المهم فلوس الرشوة وشريط التسجيل. إن شاء الله هتتحل وتظهر براءته إن شاء الله. دي خطوة مهمة يا كمال بيه، لكن الأهم الخطوة الثانية. طب لو بابا بريء، مش يبقى أكيد الفلوس دي اتحطت له؟ ده احتمال كبير، لكن ما خبيش عليك برضو موقف السيد الوالد سيء إلى حد ما، لأن اللي بلغ حدد في البلاغ أرقام الفلوس وعددها. طب تسمح لي أشوف وأطالب إيه؟ أوي أوي كمان بيه. الأستاذ عادل من الحجز بسرعة. أنا آسف يا كمال بيه. لا ولا يهمك، القانون قانون ولازم يتنفذ على الكل، هي دي العدالة يا طارق بيه. بصراحة يا كمال بيه، أنا طول عمري بحترمك، لكن في القضية دي بالذات أنا احترمتك أكتر وأكتر. في سؤال بيحيرني يا طارق بيه، ويا ريتك تعرف لي إجابته. إيه هو؟ هل ممكن البصمة تبان على الورق؟ في الحقيقة يا كمال بيه، أنا قريت بحث عن الموضوع ده، لكن هل في أجهزة تثبت الكلام ده ولا لأ؟ عموما أنا هسأل المقدم إبراهيم في المعمل الجنائي، وأعتقد إن هو هيفيدنا أكتر. أستاذ عزم الحمد. طيب روح أنت. طيب يا كمال بيه، أنا هسيبك مع والدك وأروح المكتب التاني عشان أتصل بالمعمل الجنائي. عن إذنكم. شكرا. إيه؟ مكسوف مني ولا من نفسك؟ أولا يا سيدي أنا مش زعلان منك من اللي عملته، بالعكس أنا فخور بيك لأنك أديت واجبك بالأمانة والشرف اللي ربيتك عليهم طول عمري. بس أنا زعلان منك من حاجة واحدة بس، إنك حكمت عليا من غير ما تسمع دفاعي. أعذرني يا بابا، أنا ما قدرتش أواجهك. كان لازم تواجهني في مسائل مصيرية، الابن لازم يتجرد من عواطفه ويواجه أبوه بكل شجاعة مهما كانت رفضته. سامحني يا بابا. تفضل، تفضل استريح. بابا، في سؤال تعبني جدا، ويا ريتك تجاوبني عليه بمنتهى الصراحة. الفلوس اللي أنت اديتها لي من تمن الفدان اللي بعته للحاج محمود علشان أمشي البيت وأساعدك. طب والفلوس اللي اتظبطت؟ بشرفي ما أعرفها، ولا عمري شفتها إلا لما جه البوليس وطلعها. في حد بياخد رشوة يحطها عنده في البيت؟ ده لو كان عنده ذرة من عقل كان يخبيها أو حتى يبدلها.
وشريط الفيديو. انا البنت دي ما شفتهاش الا ما جت دي مره واحده في النادي علشان تتعلم بلياردو. امال ازاي بس صوروك معاها وهي بتديك الفلوس؟ ما هو ده اللي هيجنني. كمان بيه المعمل الجنائي قد وان شاء الله فيه امل كبير. طب ارجوك بقى تعمل لي فيش تشبيه لسمير وتبعته النيابه فورا. انا كمان بيه. عن اذنك يا بابا، مشوار صغير وهرجع لك حالا. على اذنك. اتفضل. الو. ايوه مساء الخير حبيبي. بديني طارق بيه جلال لو سمحت. الو. اهلا يا طارق بيه. ايه انت مش في مكتبك؟ علشان كده بقولك يا حبيبي، مش طالع عن البصمات اللي كانت موجوده على الفلوس نتيجه اللي كان ماسكها يا سيدي كان بياكل زبده او سمنه يعني. يعني ساعتها كان بياكل. غير كده ما كانش ممكن. الحمد لله. ايه؟ طبعا البصمات طلعت مطابقه لبصمات سمير. لا الحمد لله. انا قدام التقرير اهوت وهبعته لك حالا. ماشي يا حبيبي. لا الحمد لله. مع السلامه. مع السلامه.